By Whispers of Serenity. It addresses the mental issues that we may go through in our lives. Yet, Not Alone offers us this platform to share our very personal stories and hopefully to impact others, to let them know they are not alone in whatever they are facing. أشكر عيادة همسات السكون على إتاحة هذه الفرصة وصراحة الناس هذه اللي تحضر أكيد تحتاج إلى شجاعة كبيرة إنها تتكلم عن نفسها وتذكر قصصها الشخصية ولكن في نفس الوقت هم بيلهموا ناس آخرين كثير يحتاجوا إنهم هم يخطوا هذه الخطوة فالحمد لله وهذا يشعرنا أيضا إن الصحة النفسية بشكل عام في تقدم بداية أشكر جناب السيدة بسمة بالتحية السعيدة على الفرصة الجميلة اللي أعطتنا إياها نكون ضمن الحاضرين وبنفس الوقت أشكر القائمين على هذه الفعالية بالفعل أنا حسيت أن نحن معكم.